قادة الإرهاب شلون توصلهم الموبايلات، وشلون بغرفهم راوتر، وشلون بغرفهم نت، وشلون توصلهم الخدمة، ويقال أن هؤلاء سلاطين ولديهم خدم من السجناء، صدق هذا الحكي؟ قسماً بالله، قسماً بالله، وديت لك الصور أستاذ نجم، وديت لك الصور، نعم. وديت لك الوثائق تثبت كلامي، راوتر وموبايل وفيسبوك وتليجرام وانستغرام، نعم. وكل الخدمات، نعم. الاجتماعية والتواصل الاجتماعي عندهم، ويتواصلون 24 ساعة صورة وصوت. أتحدى رجال يطب عليهم، أتحدى واحد يسحب موبايل، تريد أعرض أكو صوت؟ تريد عرضه هسه قدام المشاهدين؟ هسه عرضه شنو هو؟ تريد عرضه هسه عرضه شنو هو؟ صوت تريد عرضه موبايلي شي مال بيع التليفونات واسعار التليفونات؟ اي والله اسمع، ما عنده ما اسمع، عرضه اسمعه والله. ايه؟ ضربه على المايك صار هذا، وديت ولا دوله الوزير العدل المحترم، لا. ولا دوله الرئيس السيد برهم صالح، اثنينكم تسمعون وباكر الله راح يحاسبنا، وانتم اليوم اولي الامر، يعني وين كان هذا واجبكم؟ لكن رجاءً رجاءً لا تخلون هذا الملف يفوت، ما معقولة هذا اللي دنا نسمعه، وما معقولة هذا اللي دا يصير بالعراقيين، ولكم يابا هذا العراق، ولكم يابا هذا شعب العراق، اتقوا الله. اسمع، السلام عليكم. يابا كيف شلونك حاج؟ قاعد تسمع؟ شلونك وش اخبارك؟ صحتك شلونها؟ الله يسلمك. شنو اخبارك؟ ما شدي ماكو شنو بس تجي ان شاء الله؟ ان شاء الله. وش هذا اليوم السيد شفته؟ ايه يعني قلت له خابرني حج حسام بطل ان شاء الله اشوفه، قال ماشي رتب وضعك وياه. ماشي باكر امر لك ان شاء الله. هذا الموضوع تدري، هذا الموضوع اراد له ترتيب، مو موضوع هين، يعني اراد له جروب، اراد له اي تدري انت ايش صار التليفونات؟ ما تدري؟ اسمع ايش صار التليفونات؟ والله العظيم يعني صار التليفون هسه هو ريد فون وشاحنته صار ب 50,000 40,000. لا يا والله ماكو لا تفتيش ولا فلوس. فلوس ماكو تدري، لا سيرفات. اي صحيح. زين كيف تنزل لك وجبه بيش وين تبيعها؟ اظن انه بتدلل بيها، مو صحيح دولة؟ صحيح. نعم يراد لك، يراد انه ولو انا قلت لك هذا الموضوع بالتليفون ما سولف بيه، بس انت يراد انه بكل قاطع، يراد انه واحد انذب له وجبه. هاي علي يعني انا نخليه يعني علي. هذا من جماعه كفاح ومشتاق، هذا مسؤول على الموبايلات وعلى السجون. القاعه الفلانيه لا توصلونها بفلان مكان الحكي، ليش؟ حتى غراضه، حتى يدير بال عليهم. وهذا يراد اراده تفتيش، اراده وضع القواطع هاي تتفرغ، لان هسه التليفونات صايره شلاليق. والله ماكو قاعه ما بيها 15 10. لا يا ابي والله ماكو تفتيش، هاي صار فتره ماكو. هاي صحيح صحيح ماكو تفتيش، وحتى لو يصير تفتيش قاعه قاعتين زين صحيح. اي هذا شلون شاف مش بسوقك؟ ايه عافية. ايه شيخ نواف. حتى صار هذا 230 كل شيء هو صار مال الفيصل. اسمع. قرب على المايك. قرب التليفون على المايك. هذا الترتيب لازم يصير سلسلة. مثلا انت عندك اشخاص هسه يبيعون تليفونات، لازم دول تضربهم. ايه شلون تضربهم؟ تدس عليهم تقول لهم احنا ندري بيكم كيف تشترون تليفونات ونذب لكم تليفونات فلان وفلان وفلان. شو يسوي هو؟ راح يخابر المصدر ماله، يقول له عمي بعد لا تذب لي تليفونات، ترى شؤوني يسوون وراي. صحيح. هذا هنا نكر. صارت عندك سوق. زين صحيح. بس زين اذا هو يروح هسه كل قاعه هسه تتفتش قاعه اليوم بيك ثاني يوم واحد عشرة. والله العظيم. زين فهمت شو؟ اي مو يعني تليفونات تنزل بجمله مو على بالك، يعني 5 تليفونات 10 تليفونات بنفس الساعه.